السلام عليكم إخواني، في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أشارك معكم طريقة مشاركة محتوى الهاتف مع جهاز الاستقبال عن طريق تطبيق مجاني موجود في البلاي ستور وباستعمال تقنية DLNA الموجودة في أغلب أجهزة الاستقبال والتي تمكن من مشاركة كل محتوى الهاتف. شاهدوا معي كي تروا الطريقة. إذن أحبابي في الله، كأول شيء نذهب إلى البلاي ستور، ندخل عليه، نقوم بتحميل برنامج كيوبيو. يظهر هنا في خانة البحث، يعني تقوم بتحميله. أنا لأني حملته لنحمله طبعا مرة أخرى، ونذهب إلى لنقوم ببعض الإعدادات على جهاز الاستقبال. تابع معي. وكخطوة ثانية أحبائي في الله، نذهب إلى جهاز الاستقبال، نضغط على المانيو ونبحث مباشرة عن تطبيق DLNA، نضغط عليه ونتركه هكذا. إذن أصدقائي، بعد أن قمنا بكل هذه الخطوات نرجع إلى الهاتف، نضغط على البرنامج، ننتظر التحميل، نذهب إلى هذه القائمة، سوف نجد جهاز الاستقبال هنا، نختار جهاز الاستقبال ثم ننتظر قليلا ثم ندخل على أي رابط. يعني مثلا نريد مشاهدة مباراة كرة القدم، ندخل على هذا الرابط، يعني رابط معروف جدا، يقوم بنقل المباريات وقليل التقطعات. هذا يعتمد على سرعة النت. نذهب إلى مثلا مباراة مصر الجاية اليوم، نقوم بالدخول عليها هكذا، نقوم بالضغط، ننتظر والنتيجة. كان هذا كل شيء بالنسبة لحلقة اليوم أصدقائي. لا تنسوا دعمنا بزر لايك والضغط على السبسكرايب ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.